الدكتوره نتعرفوا عليك ونحكيوا اللي بقى لك من الذكريات الباهيه وربما بعض المشاهد اللي مازلت تستحضرهم في الفتره معناها البيك نتاع الجائحه. سعد دكتور زينه موني طبيب الصحه العموميه اني من النقد الميداني الحاجات الباهيه ولي فما حاجه باهيه نذكرها سي قاعد في بالي وقت اللي تنبك الموجة وبرشة برشة خدمة وانا معنا فوق 70 مريض وصعيبة برشة وحبوا والأهالي يحبوا يدخلوا هم حبوا معناتها يحبوا يهجموا علينا والكل كي خرجت وطلبت منهم قلت لهم راهو احنا واحلين ومعنا و70 مريض معناتها انا بال الانفراستركتور نتاع التنظيف لي بوبال وتنظيف والكل والفروشة دخلوا وعاونوا نظفوا البرة معناتها البرة الكل نظاف واني قلت لهم كيفاش وكل دونك تعاونوا والداخل دخلوا دي فام وسي ونظفوا الميداني الكل هذيك نذكرها حلوه برشا عجبتني على الاخر خاطر من اللي كانوا مغشين وتخرج تفسرهم تقول راهو كوفيد وبرشا مرضى وبرشا علينا والكل فهموا وخدموا معانا وكي تدخل مرانا الليد في الليد ورانا الناس الكل مع بعضنا ورايا قروين متعديه بازمه كبيره الناس فهمت الناس كتبوا مرة تولي تعاون فهمت سيتي ان تري تري بون سوفونير النهار هذيك تعدى به برشا فهمت عجبني مي بون فما زيد حاجه خايبين سي سورتو المريض اللي يبدا قدامك وباش يموت وما عندكش ما تعمل هذيك صعيبه على الاخر الحقيقه فما مرضى ماتوا وانا اسيستي على مور مينوت بار مينوت هذيك صعيبه برشا ما كيفاش تنجم تعمل هنا ما تما هذيك هو لو ماكسيموم دوكسيجين تونس كلها شكرو ما تطلبنا دونك نلوجوا على البلايص على الجمهوريه كامله وما عندناش حل اخر الغياب في الجمهوريه كلها انا بلو بلاس هذيك بالحق لو مالاد كنت يلفوا بشويه قدامك هيك صعيبه برشا والاهل نتاعو معناتها ساسي تري تري ديفيسيل هذيك من اصعب الحاجات اللي حتى الفريم لا مثلا يبكي فما دي ميدسان زاد دي جون ميدسان هكا وكل هيك صعيبه هيك هذيك ان شاء الله نرجعوا ليش هذيك تم دروس نخرجوا منها من الوضع هذا من جهه اي دروس لازمنا ديما نحضروا روحنا ما فماش هذايا مش باش يصير وما يجيش ومش احنا لا لازم نحضروا روحنا ديما نحضروا روحنا وتو ممكن فما اون اوتغ فاغ دونك اون دو سو بريباري تو احنا اي متوقعين فما موجه اخرى وتو عندنا الخبره تو استنسنا ليكيب كلها الميديكال والباراميديكال والأرو كل مهمين السوجي كاد مهم اللي نظف مهم ما فماش المجتمع المدني مهم كل مهم راهو فماش هكا واحد يخدم معناتها واحد مهم والاخر لا الناس كل مع بعضنا سا سي لو سون دو توجور سو بريباري العباد ساعه تلقح وتقعد تتبع في معناتها البروتوكول الصحي واحنا نحضر روحنا ما نقولوش هكا وفي هكا ما عادش فما هكا لا الماتريال نحاضر وطبتنا حاضرين وفريم لحاضرين والاسوسياسيون تقعدوا زادا ديما هكا يراقبوا ديما حاضرين الناس كل حاضر اللوجيستيك كيفاش ننظم تعلمنا برشا حاجات راهو كيفاش نطلبوا ننظموا الاقسام الكورديناسيون راهو برشا ناس خدمت راهو في الخفاء راهو ما تراش كان هذوما يا توت لوجيستيك تعملت فهمت فما دي ميدسا وفما ناس اخرين فما كورديناسيون عندنا مش كورديناسيون برك عندنا توت لوجيستيك تعملت معناتها مش سي با فاسيل ومن الاول هذاك خدمنا لهنا فما شيء راك كي بدينا لا فما لا فما حتى شيء سقفوا تاع سقفوا وسقفوا فما هذوما لي بوكس فما لي بوكس لا مازال اي لا كي دخلنا يا كو لي بوكس فريم الجدد وكيبيت صغار معناتها مازالوا وكهو هذاك باش دخلنا ومن بعد الحقيقه زاد هكا تحسنا وتعلمنا.